قبل المحاضرة، I بلشت ريكوردينج. طيب earning per share، خدنا earning per share فاينانس أولى، كلنا المفروض بنعرف شو هو، calculation سهل كان بالنسبة لنا غاد، بس اليوم بدنا نسألك عن تفاصيل أكثر عن كيف نحسب earning per share. أول شيء بدنا نفرق ما بين simple والcomplex capital structure. لازم نيجي نتطلع بالنسبة لنا الإيكويتي أولا في لها أكثر من كلاس، وكمان شو يعني أكثر من كلاس؟ يعني في أسهم لها خاصيات أفضل من أسهم تانية، وفي كمان عندنا debt ممكن إنه نحوله لإيكويتي. فبالنسبة لنا أول إشي في الإشي اللي نسميه إحنا ordinary shares، اللي هم بيكونوا equity shares اللي هم subordinate ل all other types of equity. فهذول the most basic type of shares، هذه هي common stock اللي إحنا كلنا بنعرفها. طبعا مين هم ordinary shareholders؟ هم الناس اللي بتملك الشركة واللي راح يندفع لهم آخر إشي إذا تم تصفية الشركة أو إذا كان عند الشركة أرباح، وهم أكثر ناس ممكن أنها تستفيد من أرباح الشركة. هلأ الـ Ordinary Shares هذول ممكن نسميهم Common Stock أو ممكن نسميهم Common Shares أو Ordinary Shares، كل هاي المصطلحات بيمكننا نستخدمها interchangeably محل بعض، يعني أي محل نحكي Ordinary Shares أو Common Stock أو Common Shares بنكون نحكي عن نفس الإشي. طبعاً الشركة، هلأ نرجع لموضوع الـ Simple versus Complex Capital Structure، الشركة اللي بس عندها Common Stock، اللي بس عندها Ordinary Shares، هاي بنحكي إنه عندها Simple Capital Structure. فالـ Simple Capital Structure بيكون لما الشركة عندها بس Ordinary Shares. هلأ إذا الشركة أصدرت Financial Instruments اللي ممكن إنها تتحول لـ Common Stock، وقتها بنحكي إنه هاي الشركة عندها complex capital structure. فإذا الشركة عندها بس common stock بيكون simple capital structure، إذا الشركة عندها شغلات غير ال common stock زي convertible bonds أو convertible preferred stock أو employee stock options أو warrants أو أي إشي من هاي ال financial instruments اللي ممكن نحولها ل common stock، وقتها بنحكي إنه عندنا complex capital structure. طبعا ordinary shares كمان بتشمل ال يعني اذا الشركة عندها preferred stock والpreferred stock مش convertible وما في عندها ولا اي financial instrument تانية، وقتها بيكون عندها simple capital structure. واضح هذا الحكي للكل؟ في حدا عنده سؤال لحد هون؟ طيب تمام، ممكن أعيد. أوكي بعيد. هلا في عنا إشي بنسميه simple capital structure وإشي بنسميه complex capital structure، وفي عنا كمان إحنا بنعرف إنه في عنا إشي بنسميه common stock أو ordinary shares، وفي عنا كمان أنواع من البونز وأنواع من preferred stock اللي ممكن نحولها لكومن ستوك او ستوك اوبشنز اللي تعطينا الحق انه نشتري اسهم في المستقبل على سعر محدد. هلا اذا الشركه موجوده عندها بس اسهم عاديه كومن ستوك او ordinary shares، وقتها بنحكي انه هاي الشركه عندها simple capital structure. اذا الشركه اللي بدنا نحللها عندها أدوات مالية غير الـ Ordinary Shares زي سندات ممكن نحولها لأسهم اللي بنسميهم Convertible Bonds أو Preferred Stock ممكن نحولها لأسهم اللي هي Convertible Preferred Stock أو Employee Stock Options أو شركة أصدرت Stock Options أو شركة أصدرت Warrants، وقتها نحكي إنه هاي الشركة اللي إحنا نتعامل معها إلها Complex Capital Structure. فالإشي اللي نحكي عليه هون إحنا نميز بين الشركة اللي عندها simple capital structure بمعنى بس عندها ordinary shares، والشركة اللي عندها complex capital structure اللي عندها ordinary shares
وكمان financial instruments تانية ممكن إنه نحولها لcommon stock. فهذا الإشي اللي حكيته هون. طبعاً هذا الحكي بيمنع عشان نقدر نميز ما بين شغلتين. الشغلة الأولى بنسميها basic earning per share اللي هو earning per share اللي إحنا بنعرفه اللي فياته بنقسم earnings available to common stock على عدد الأسهم outstanding و diluted earning per share واللي هو earning per share جديد بنحسبه على افتراض انه احنا حولنا كل هاي الفاينانشال انسترومنتس الثانيه لكومن ستوك. كمان مره البيسك ايرنينج بير شير بدخل فيه بس حسابات الكومن ستوك، بمعنى قديش في عندنا اسهم احنا مصدرينها اوت ستاندينج موجوده خلال السنه. هلا بنحكي شو يعني ويتد افريج نمبر اوف شيرز اوت ستاندينج، هذا هو اللي بدخل بالحساب. بينما في diluted earning per share نفترض انه احنا راح كل الادوات الماليه اللي ممكن تحويلها لاسهم سيتم تحويلها، واذا تم تحويلها قديش راح يكون earning per share، قديش راح يكون حصه كل سهم من الارباح. طبعا الشركات لما بتصدر الاوراق الماليه تاعتها، لما بتصدر التقارير الماليه تاعتها، لازم كمان تصرح عن البيسك earning per share والديلوتد earning per share. واضح شو الفرق بين البيسك earning per share والديلوتد earning per share؟ في حدا عنده سؤال؟ تمام. فهلا بدنا نكمل، بندخل بتفاصيل اكثر كيف بنقدر نحسب البيسك earning per share، وبدنا نحكي كمان بالتفصيل كيف بنحسب الـ Weighted Average Number of Shares Outstanding، وبعدين بنعرف وبنحكي كمان مرة عن الـ Diluted Earning Per Share. فالـ Basic Earning Per Share اللي هو إحنا بنعرفه بيحكي عن الـ Earnings Available to Common Shareholders مقسومة على الـ Weighted Average Number of Shares Outstanding. فالطريقة اللي بنحسب فيها الـ Basic Earning Per Share هي من خلال هذا القانون. وطبعاً الincome available to common shareholders نحكي قاعدين عن النت انكم اللي بنجيبه من الانكم ستيتمنت، بعدين بنشيل منه البريفيرد ستوك ديفيدندز. هل بالنسبه لنا الجزء اللي فوق هو إشي سهل كلنا بنعرفه او كيف نقدر نجيبه من الانكم ستيتمنت؟ اذا ما كان في عند الشركه بريفيرد ستوك فهي وقتها بيكون بس النت انكم، اذا كان في عندها بريفيرد ستوك بنشيلهم من النت انكم عشان نوصل للانكم افيلبل تو كومن شير. هلا الويتد افريج نمبر اوف شيرز اوت ستاندينج جزئيه اصعب، انه يعني بدها حساب عشان نقدر نوصل لهذا الرقم. ولما بنحكي الويتد افريج نمبر اوف شيرز اوت ستاندينج بنحكي عن شيء اسمه تايم ويتنج. شو يعني تايم ويتنج؟ نعرف احنا انه كان في evaluating، بستخدم انا القيمة تاعت الاشي عشان اعطيه weight. هون لما بنحكي time waiting فاحنا بنستخدم الزمن عشان نعطي weight. كيف يعني بنستخدم الزمن؟ في عندنا هون example بحكي انه الشركة بلشت السنة ومعها 2 مليون سهم outstanding، وخلال السنة وبالاخص بشهر 7 الشركة هاي عملت repurchase ل100,000 سهم. تمام، هاي هي المعلومات اللي عندنا. شو المعلومات اللي عندنا؟ نفتح وايت بورد. المعلومات اللي عندنا بتحكي الشركة بلشت السنة ومعها 2 مليون سهم، وفي 1 جولاي الشركة repurchased 100,000 سهم. اللي بدنا نوصل له اللي هو شو الـ weighted average number of common shares outstanding. فاللي بدنا نجي احنا الـ whiteboard نجي نحكي هون شو هذا الرقم. هلا 1
سبعة بيعني إنه مر ست أشهر على الشركة وعندها 2 مليون سهم. فمنيجي نحكي إنه الوزن الأول اللي هو ست أشهر مقسومة على 12، فنص السنة مرة وإحنا عندنا 2 مليون سهم، تمام؟ فبدنا نيجي نحكي عشان نحسب الويت أو الويتد أفريج، نحكي عندي 2 مليون بدي أضربها في 6 × 12. فهذا الجزء الأول من الطريقة اللي نحسب فيها الويتد أفريج. بعدين بدنا نحكي طيب في الست أشهر الأولى من السنة كان عندي 2 مليون سهم، طيب في الست أشهر الثانية من السنة قديش كان في عندي؟ نعرف إحنا إنه لما الشركة تعمل repurchase يعني عدد الأسهم الأوتستاندينج بنزل، فإحنا بالنص الثاني من السنة كان في عندنا 2 مليون سهم، عملنا repurchase لمئة ألف يعني بده ينقص منهم 100 ألف، مازلنا نشيل منهم 100 ألف معناته بده يضل عندنا بالآخر 1,900,000 سهم. ففي الجزء الثاني من السنة بده يكون في عندي 1,900,000 سهم مضروبين في الويت تاع النص الثاني من السنة اللي هو كمان 6 على 12، لأنه شهر 7 و8 و9 و10 و11 و12 ست أشهر، فكمان ضرب 6 على 12. طبعا إذا منيجي هون بنشوف هذا الحكي اللي عمله كمان هون الأفريج تاع هدول اثنين بطلع 1,950,000 سهم. 1,950,000 هي اللي بنسويها اللي بنسميها الويتد أفريج. طبعا إذا ما فهمتوا هذا المثال المبسط رح هلأ كمان شوي أدخل تفاصيل أكثر على كيف بنحسب الويتد أفريج نمبر أوف شيرز. وهاي السلايدز هي أبديتد فرح أبعث لكم إياها مش نخلص المحاضرة لأن ضفت عليها مقارنة بالإشي اللي كنت بعت لكم إياه امبارح. هلأ في معلومة كتير مهمة في هاي السلايد اللي هي هاي المعلومة. هاي المعلومة بتحكي إنه تمام إحنا الشركة بإمكانها تصدر أسهم وبإمكانها تعمل repurchase للأسهم، تصدر أسهم وترجع تشتري أسهم، بس كمان الشركة بإمكانها إنها تعمل stock split وإنها توزع stock dividends. وإذا الشركة عملت هدول الخيارين، طيب إذا الشركة عملت هدول الخيارين وقتها لازم ينعكس هذا الحكي على كل الأسهم من بداية السنة لحد التاريخ اللي انعمل فيه الستوك سبليت أو ستوك ديفيدنس. كمان مرة هاي الجملة مهمة بس يمكن بالحكي ما تكون واضحة بالنسبة لكم، هلا فراح أرجع كمان أشرحها في السلايدز الجاي. في شغلة قبل ما أكمل أشرح، هذا شو اسمه زوم رجع حط ليميت علينا 40 دقيقة وإحنا بالشرح، فخلال 10 دقايق هاي السيشن راح تسكر، وفي هلا على الشات راح أبعث لكم المعلومات تاعت السيشن الباك اب اللي عملتها عشان ما نوقف المحاضرة، تمام؟ كيف دخلتوا على هاي السيشن؟ بدنا ندخل على السيشن الجديدة. فهلا راح أعطيكم الميتينج اي دي والميتينج باسورد، راح أحط لكم اياهم على الشات عشان ندخل على السيشن الجديدة، راح أحطهم كمان على الفيسبوك، راح أحطهم على الريتاج. هلا بعت لكم اياهم لكم. واضح هذا الاشي؟ لسه بس تسكر، لسه معنا 8 دقايق. تمام؟ انتوا معي ولا بحكي مع حالي؟ طيب الله عليكم، شكرا شكرا شكرا. طيب صح بسجل انا قاعد في المحاضرة. طيب هلا نبلش نحل اسئلة عشان نوضح كيف نحسب البيسك ايرنينج بير شير والويتد افريج نمبر اوف شيرز اوتستاندينج. فاذا بنبلش في الحساب الأساسي للإيرنينج بير شير، المثال هذا بحكي لي حسب المعلومات اللي كانت معنا قبل إنه في شركة النت إنكم تاعها 1,900,000،
تمام. هات شو اذا بقدر اكتب هون. طيب في شركه النت انكم تاعها 1,900,000 والشركه عندها 1,500,000 سهم اوت ستاندينج وما في عندها بريفيرد ستوك ولا في عندها كونفرتبل فاينانشال انسترومنتس. هذول معلومه مهمه انه ما في بريفيرد ستوك ولا في كونفرتبل فاينانشال انسترومنتس. شو البيسك ايرنينج بير شير؟ بسهوله سؤال زي هيك نقسم 1,950,000 على 1,500,000 واللي هو بيسويه هون، فبيطلع معنا الايرنينج بير شير 1.3. شو يعني 1.3؟ يعني حصه كل سهم من الارباح $1.30. فالمثال الاول كتير سهل. المثال الثاني في عنا هون صار معلومات اكثر. السؤال بيحكي انه هاي انجلر كان النت انكم تاعها 2,500,000 والشركه اعلنت عن ودفعت $200,000 كديفيدنس للبريفيرد ستوك. وغير هيك خلال السنة هاي الشغلات اللي موجودة قدامنا في التيبل صارت مع الشركة. شو اللي صار؟ بيحكي لنا في 1/1/2009 عدد الأسهم الأوتستاندينج عند الشركة كانوا 1,000,000 وفي 1/4/2009 الشركة أصدرت كمان 200,000 سهم وفي 1/10/2009 الشركة رجعت شرت 100,000 سهم من السوق. ففي نهاية السنة هذا الحكي بيعني إن الشركة في نهاية السنة كان عندها 1,100,000 سهم. السؤال بيحكي شو الـ weighted average number of shares outstanding لهي الشركة وشو الـ basic earning per share. فأول إشي نبلش فيه بدنا نشوف كيف بدنا نحسب الـ weighted average number of shares outstanding. على حسب الشغلات اللي حكيت لكم إياها قبل شوي. ليش 1,100,000؟ 1,100,000 عنا بلشنا ب100,000 أصدرنا كمان 200,000 سهم فصاروا 1,300,000. بعدين رجعنا شرينا من السوق 100,000 سهم فبنقصوا في 100,000 بضل في الآخر عندي 1,100,000 سهم. فهي 1,000,000 + 200,000 - 100,000 صفي 1,100,000. هلا كيف بدنا نحسب الـ weighted average number of shares outstanding؟ طيب السؤال هذا بيحكي لي انه الشركة تاعتنا بلشت السنة وعندها 1,000,000 سهم، شهر 4 اصدرت كمان 200,000 سهم، فقديش صار في عندها؟ صار في عندها 1,200,000 سهم. في شهر 10 الشركة رجعت شرت من السوق 100,000 سهم، يعني رجعت سحبت 100,000 سهم من السوق وحطتهم بتريجري ستوك. لما الشركة تشتري أسهم من السوق ببطلوا outstanding. شو يعني ببطلوا outstanding؟ يعني هدول الأسهم لا يتم تداولها في السوق، موجودين بس في التريجري تاعت الشركة، لا بتوزع لهم أرباح ولا بتم تداولهم. تمام؟ فعشان هيك لازم احنا نخصمهم من الشيرز اوتستاندينج. لما الشركه بتعمل ريبيرتشيز بنخصموا هدول الاسهم من النمبر اوف شيرز اوتستاندينج. عشان هيك احنا بلشنا في 1,000,000، ضفنا 200,000 لما اصدرنا 200,000 سهم، وشلنا 100,000 لما الشركه عملت ريبيرتشيز. فعشان هيك بالاخر بضل عندنا 1,100,000 سهم. طبعا الويتد افريج نمبر اوف شيرز اوتستاندينج الحساب تاعه مختلف، بمعنى حكينا انه هذا عبارة عن time weighted. شو يعني time weighted؟ يعني ناخذ في الاعتبار الويت تاع الوقت في الحساب. فالمليون سهم اللي كانوا مع الشركة لما بلشت السنة لقديش ضلوا معها؟ ضلوا معها من 1/1 - 1/4. من 1/1 - 1/4 في عندي 3 اشهر اللي هم شهر 1 وشهر 2 وشهر 3، لانه احنا هنا ما بنحسب شهر 4 لانه احنا 1/4. ف المليون سهم ضلوا لمدة 3 أشهر، فالمليون أنا بضربهم في 3/12 اللي هو الويت تاعهم. فثلاثة على 12 هو الويت للمليون، لأنه ضل عندي 1,000,000 لمدة 3 أشهر. بعدين من 1/4 - 1/10 ففي عندي شهر 4 و5
وستة وسبعة وثمانية وتسعة، فمنحكي قاعدين إحنا عن ست أشهر. خلال الست أشهر هدول الشركة عدد الأسهم الأوتستاندينج فيها كانوا 1,200,000 سهم، لأنه بلشت مليون وزدنا عليهم 200,000، فإحنا لست أشهر كان عدد الأسهم الأوتستاندينج 1,200,000، فمنضرب 1,200,000 ضرب 6 على 12 وبنكمل. هلا من 1 أكتوبر لآخر السنة عدد الأسهم اللي كانوا outstanding اللي هم 1,100,000 سهم. ليش 1,100,000 سهم؟ لأنه عملنا repurchase ل 100,000، فاللي كان ضايل outstanding هو 1,100,000. فبهاي الحالة نيجي بنحكي شهر 10 وشهر 11 وشهر 12 عبارة عن 3 أشهر، فالويت للمليون و 100,000 عبارة عن 3 على 12. فنضرب هلأ كل واحدة من هدول في الويت تاعها وبنجمع هاي الأرقام، بيطلع معنا الويتد average number of shares outstanding 1,125,000. بعد ما نحسب الويتد average number of shares outstanding، بعدين بنروح نحسب البيسك ايرنينج بير شير. والبيسك ايرنينج بير شير حكينا نستخدم النت انكم، ناخذ النت انكم من هون قديش 2,500,000، بدنا نشيل منه الديفيدندز اللي هي 200,000، وبعدين بنقسمها على الويتد افريج نمبر اوف شيرز اوت ستاندينج، وبيطلع معنا الايرنينج بير شير. ليش ما ضربنا ب 10 على 12؟ ضربنا بالآخر 3 على 12. طيب خلينا نروح على الوايت بورد ونفكر مع بعض بهذا الشيء. خلينا نشوف، نعتبر انه هذا التايم لاين تاعنا، تمام؟ هذا التايم لاين بيمثل لي السنه، وكل شحطه من هدول بتمثل 3 اشهر، ففي عنا يعني زي كانه كل واحدة من هدول عباره عن ربع. في عندي الربع الاول والثاني والثالث والرابع. هلا احنا هيك قسمنا السنه للسنه. طيب بدنا نروح على سيشن